أولى فقراتنا أكيد رح نروح على دار الأسد للثقافة والفنون يلي عودت أنشطتها وحفلاتها بحضور الجمهور بنسبة 30%، أيضا بحفل إحياء الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ برفقة الأوركسترا الموسيقى الشرقية بقيادة المايسترو نزيه أسعد اللي انضم لنا بالاستوديو. بنرحب فيه، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك مايسترو. يعني بالبدايه كنا عم نحكي تحت الهواء عن تفاعل، كيف كان تفاعل الحضور بالحفل الاول؟ طبعا بنسبه حضور خلينا نقول 30% بحسب طبعا الاجراءات المتخذه لحضور هذا الحفل. خبرنا كيف كان التفاعل بهالنسبه يعني القليله شوي. هلا ببدايه مرحله حظر التجوال صار في كثير تساؤلات يعني بالنسبه للاصدقاء والناس والسميعه، انه نحن بهي المرحله شو ممكن نساوي، شو ممكن نسمع. طبعا نحن بموجب الاختصاص بنوجه بالاستماع الموسيقي خلال المنزل، وصار في على وسائل التواصل بعض الاعمال الموسيقيه الجماعيه انتشرت باسلوب ما كانت بديعه وجميله. لكن لما تقرر الحفل بنسبه 30% صار في هيك نوع من المتعه او هيك الحاله الايجابيه الجديده، صار في تجدد صراحه بالنفسيات، تجدد بحاله التذوق للموسيقى، انه بدهم يشوفوا شيء يعني صوت وصوره قدامهم. هي النسبه 30% كانت قليله صراحه بالنسبه لاي مسرح من المسارح، بتلاقوا المقاعد فاضيه، بيكون في مقعدين فاضيين، مقعد مليان، بس مع ذلك يعني كان في يعني حاله حب وعشق لما قدم على المسرح. حفلة الأستاذ مروان محفوظ كانت مقررة في منتصف آذار الماضي، طبعا كان في تدريبات جاهزة وكنا مستعدين لإقامة الحفل إضافة لتأجيل بعض الحفلات الأخرى، بس تم تحديد موعد آخر، تمت استعادة أو خلينا نقول فرمتي أو هيك موضوع تجديد هاي الطاقة، تجديد هذا النشاط من قبل الموسيقيين والمعنيين وحتى الجمهور للقيام بالحفله اللي عملت صراحه استجابه ايجابيه. يمكن حتى انتم كان في عندكم حاله انه تشوق لدار الاسد للثقافه والفنون بالبروفات بالاجتماعات بالتحضير للحفلات، وخاصه فصل الصيف كثير بيحمل يمكن نشاطات. حفلات ونشاطات وفعاليات تاجلت بسبب كورونا. خلينا نروح نشوف مشاهد من حفل الكبير مروان محفوظ ونرجع نكمل حديثنا. Thank you.
يعني بعد ما تابعنا أجواء هذا الحفل لاحظنا في انسجام بين المايسترو أسعد أيضا بين الفنان مروان، قديش كان يعني هذا الانفعال، خلينا نقول التفاعل، يمكن الحس الموسيقي اللي جوا وأيضا التناغم اللي كان موجود بالحفل؟ أولا أنا بتربطني بالأستاذ مروان علاقة نقية إنسانية قوية كتير حلوة، نعم. وصداقة، فهي الحالة إذا عممتيها مو بس على مجال الموسيقى فهي حالة ناجحة تماما. إذا كانوا الشريكين في عمل ما بأي مجال مجالات فهذا الشيء يعطي نتائج. غير موضوع المدرسة الموسيقية والمدرسة الغنائية اللي اشتغلناها من خلال الأستاذ مروان، هي مدرسة نحن تعلمنا منها من طفولتنا، ربينا على صوته وربينا على الألحان اللي اشتغلها، على الكلمات العفوية اللي كانت تنكتب له، فحالة العشق لهذا النمط من الغناء، المحبة، محبة الناس لهذا النوع من الغناء النقي الشفاف العفوي، صراحة نجحت آلية العمل سواء معي ولا أو مع الأوركسترا. نعم. والتدريبات طبعا البروفات هي شيء مهم، التحضير أو التمرين حتى تصير تنخلق حالة التماهي ما بين كافة أعضاء الفريق. الحفل كان مقرر بشهر آذار بس تأجل بسبب كورونا، خلينا نحكي شوي بما أنك ذكرت البروفات والتحضيرات، خلينا نحكي كيف كانت الأجواء، وخاصة يعني نحن عايشين بظرف معين مفروض على كل العالم، بعد لقائكم وهيك كيف كانت الأجواء، كيف كان تحضير الحماس لتعملوا شيء حلو بعد غياب؟ هلأ خلينا نقول قبل قبل الكورونا أو وقت التحضيرات بشهر آذار، أكيد كانت في حالة اندفاع واضحة من الجميع لهذا الحفل، في وقت اللي تأجلت شوي عملت ردة فعل شوي هيك واقفة، يعني خلينا نسميها إذا صح التعبير، وصار في شوق لاستعادة هذا النشاط لما رجعت الحالة من جديد ما بعد فك حظر التجوال. صار في صراحة بدي أقول لك حالة حميمية ما بين الجميع. موضوع التباعد أكيد إحنا راعينا الإجراءات الاحترازية بكل شيء، يعني دار الأوبرا ما عم يقصوا بهالمسألة، حتى أعضاء الفرقة بين بعضهم عم يصير في حالة مو حذر، هي حالة احتياطية تماماً، تعقيم وما تعقيم، يعني هي لابد من هاي الحالة في أي مجال آخر، في الأسواق في الشوارع يجب أن تكون هذه الحالة موجودة ما بين الناس عامة. يعني على المسرح مثل ما نكون شايفين أو شفتوا حتى الجمهور المتباعد، هي حتى لو كان في تباعد فهناك قرب روحي، قرب إنساني من بين كل شخص والآخر، ونحن نتمنى دائما تكون هالعلاقة القريبة علاقة ملاصقة وليست قريبة فقط بين بعض إن شاء الله. أكيد، يعني دائما وجود مثلا شخصيات خلينا نقول فنية وقامات كبيرة فنية مثل الفنان الكبير مروان محفوظ هي تشكل قيمة مضافة لمسيرة فنية خلينا نقول، ولا شيء ممكن نحن نضيفه للسي في مثلا تبع حفلات اللي انعملت. أكيد ما هي القيمة المضافة اللي ممكن تشكلها حضور هي قامات؟ طبعا نحن بنفتخر فيها، وخاصة هو جاي من سفر وقطع مسافات ليكون ضمن بسوريا يعني وضمن هالدار العظيمة دار الأوبرا. هلا هي تسليط ضوء على مثل ما حكيت من شوي هذه المدارس، هذه القواميس التي نتعلم منها الأبجدية. دائما أنا كل نشاطاتي الموسيقية أو الحفلات أو المجالات اللي أنا تتاح لي وللأوركسترا أو حتى ضمن المعهد العالي للموسيقى دائما نتجه لتلك المنابع، هي طبعا تضيف قيمة فنية وتضيف قيمة ثقافية وتزداد طبعا حالة الشرف إن أسماء مثل اسم الأستاذ مروان وغيره من الفنانين الكبار على مستوى البلد سوريا وعلى مستوى الوطن العربي، ونحن طبعا بانتظار الكثير من النشاطات والفعاليات التي ممكن أن ترفض الحالة الثقافية، ترفض النشاط الثقافي في البلد من حتى لو كانوا صغار السن، يعني في أسماء مهمة أعمارهم أقل بجوز الأستاذ مروان عمره يعني هلأ الله يمد بعمره، آمين. يعني هو سندنا ومثل ما قلت أصالتنا، وقطع مسافة من كندا إلى سوريا لإقامة هذا الحفل، ففي شباب حتى كمان بأعمار يعني متوسطة هامين يجب تسليط الضوء عليهم لحد ما نرفض هذه الحالة اللي عم تتفضل فيها.
نعم، بما انه يعني التحضيرات وهالشغف كثير كبير لحفله الكبير مروان محفوظ اللي غنى كثير اغاني ايضا من التراث اللبناني، رح نروح كمان نشوف اجواء من الحفله ونرجع. يعني مايسترو واضح التفاعل بين الفنان الكبير وبين جمهوره، خلينا نقول جمهوره اكيد لعشاق وذواقين هذا الفن، خلينا نقول الراقي يلي حكى. ويعني نحن حتى باعمارنا وجيل دائما بنستذكر هدول اللي بنسمعهم دائما لهدول الموسيقى وما فينا ما نحبهم، يعني اللي بيحب الموسيقى بده يحبهم. كيف كان هالتفاعل وكيف كانت ردة الفعل بعد الحفل؟ هلا طبعا وردت الاغاني عبر التاريخ مثل خايف كون عشقتك وحبيتك تماما، سيف للعدا طايل، وهدول اللي كنا نسمعهم بالاذاعه دائما واحنا بالمدرسه تماماً. حتى نسمعهم تماما، غالي غالي يا وطني الغالي مثلا كنا نسمعها بفرصه المدرسه يعني صحيح. تذكروا هي كلها صارت اناشيد متداوله بين الاطفال والكبار واليافعين، فمجرد ما نسمع هيك لحن عفوي بكلامه البسيط، كلامه اللي طالع من القلب، اللحن اللي جاي ملبس على اللحن تماما، والاداء اللي من هذا النوع من قبل هاي القامه الكبيره، اضافه لمحاولتنا لتنفيذ هذا العمل كحاله اخراجيه اذا صح التعبير تنفيذها، طبعا بتعطي هذا الانطباع الحلو او رده الفعل والاستجابه بالتصفيق، حتى انا كنت عم اسمع وراي الجمهور في ناس عم تغني معه حافظين كلماته، يعني بمعظم الاغاني اللي اشتغلناها بالحفل في ناس حافظين كلماتها، فهذا الشيء طبعا احنا نتمنى انه ينتشر ويصير في حاله تذوق عامه عند الناس للحفاظ على هذا النوع من الاغاني العفويه البسيطه. نعم. ما بعد الحفل كان طبعا الاطراءات يعني والكلام اللي احنا تلقيناه من قبل الناقدين الفنيين والسميع العاديين والاطفال حتى كمان كان في اطفال اذا لاحظتوا وكبار السن، هي
على سوية واحدة. الكل بيعشق العمل الجميل، يعني الحلو ما بيخبي حاله مثل ما بيقولوا. فالحمد لله صار في توفيق بالعمل، نتمنى طبعا أعمال قادمة مع بقية الزملاء يعني تكون أعمال ناجحة ومتفوقة ومتميزة. أكيد. يعني مايسترو ما شاء الله عليك قائد ومدرب لمجموعة من الفرق الموسيقية، أوركسترا الموسيقى الشرقية التابعة لمديرية المسارح والموسيقى، فرقة أمية التابعة لوزارة الثقافة، نهاوند التابعة لمعهد الأسد للموسيقى، وفرقة شباب سوريا التابعة لاتحاد شبيبة الثورة، فرقة روح للموسيقى الصوفية والروحية، وفرقة الأنغام العربية. خلينا نحكي عن مشاريعك يعني الجديدة القادمة، خاصة أنه أنت منخرط بأكثر من نشاط وأكثر من مجموعة. الحقيقة هلا أنا مو بس بعشق قيادة الفرقة، في اتجاهات بالتأليف الموسيقي. هلا قريبا في دار الأوبرا في عمل اسمه المنديل، عامل له تصور موسيقي أو مألف له موسيقى، هو عمل ضوئي راقص يعني مدته قصيرة، هو هيك فلاش صغير لواقع حياة البشر على الكرة الأرضية، طبعا من اخراج الاستاذ بسام حميدي لمده 3 ايام، هذا كتاليف موسيقي. في عمل اخر عم نشتغل له، عمل درامي صراحه، اغاني في مسلسل اسمه شارع شيكاغو للمخرج محمد عبد العزيز، هذا اتجاه اخر غير قياده الفرقه. هو طبعا هي حاله موسيقيه عامه، قد تكون هي بدي اقول شغف ومحبه لهذا الخط من الحياه يعني. هاي الفرق اللي طبعا عدت فيها هي عبء يعني صراحه، مسؤولية وجهد ومسؤوليه، ويعني فيها كافه الاعمار، في اطفال صحيح. في كبار، في شباب، في خريجين اكاديميين، وفي هواة. فلذلك عم تتطلب صراحه تدقيق وتمحيص باليه العمل، ويعني وضع خطط. لست وحيدا في هذه الاعمال، طبعا هو كلها اعمال جماعيه، حتى الحفل اللي سويناه الاستاذ مروان هو عمل جماعي بامتياز، مو لحالي اشتغلته، الكل يشكر بتنفيذه، اضافه للفرق اللي حكيتي عنها حضرتك. فدائما العمل الجماعي يعطي نتائج ناجحه. اكيد نعم، يعني بنتمنى لك التوفيق بجميع ما ذكرت اكيد وبمشاريعكم القادمه، والسلامة للجميع، وان شاء الله يا رب هيك نقدر نتجاوز الأزمة تبع كورونا بالوعي، ويتملى هيك دار الأوبرا أكثر وأكثر، ونستقبل هيك قامات أكيد بسوريا. شكرا كثير. ان شاء الله، وأنا بتمنى طبعا الخير والسلامة للجميع، لكل البشر، والأمن والسلام لبلدنا الحبيب. آمين. سوريا، وان شاء الله نحو تقدم افضل وحاله بيضاء ناصعه فيها امل ان شاء الله. ان شاء الله، وكمان بدنا نقول يعني يعطيكم العافيه على المجهود اللي عم تبذلوه، وما في احلى من الموسيقى، لمسه امان بزمن الكورونا. خلينا أكيد. نقول وسلام. ومثل ما حكينا، بس تكون عمل متكامل الكل فهي عمل ناجح بيكون. اكيد مايسترو، شكرا لوجودك معنا، وبالتوفيق بالاعمال القادمه. شكرا لحضراتكم. شكرا لك.